صباح الخير، صباح الخير عليكم جميعا. ناس طلعت الشمس على حساب سميتو، على حساب البارح ما نعست بكري وضربتني فيقة مع ضربتني فيقة مع شي ربعة الصباح. خرجت تنظر شوية شحال ما عاوداني نعست شي ستة لا استقل شي حاجة ما عقلتش من باقي شوية الظلام. انا زوين، واحد من الموتور اللي جاب الليل ما عادش شي وقف حدايا شحال ما تحركش. انا لقيتو شحال هو واقف حدايا هنايا ما عرفتش كان كيدير بداك الليل 12 تقريبا 12 بزاف هادولا كينعسو بكري. هي لقيتو هي هاديك نشرت هداك لقيتو هي هاديك نشرت هاد لك ساكا كلشي هدا في نشوف اللي بدات في الصباح عاد فين مخرج هاد الدنيا هادي لي مسخون الحال ديما سخون يا كاتب من الصباح سخون الحال لي انا ديما سخون الحال ولكن المهم اليوم شي عجولة بيتي نتاعو عوق ومع تمالهم سبحان الله العظيم. هي هادي المنطقة خاوية الدنيا عندهم البلاصة زوينة هادي النعاس ولكن مكشوفة. هنا دابا ما باينش عندي انا فين نعست لكن واحد لابيس حدايا عند البيست دابا هاديك كيدوز فيها المطر البيتون ديالي انا باين فيها واحد شوية داك شوية مكانش عليا بس داك شوية مكانش عليا بس اللي دايز من هنا غادي يشوفني من جهة الجهة ما كان باتش بزاف انا اصلا غلفتها بالكحل ولكن قد الكحل وبان داك البيض ديال كل البيض ديال القيطون انا اصلا ما كنحملش لانه تيكون باين من التسع الاخضر هو اللي زوين ولكن داك الصف داك البرش اللي كدير من الفوق عندي انا في القري ما عنديش في الخضر ولكن هو سخون بزاف ما تقدرش ديرو في هاد الحاله هاد بحال هاد الليله هادي يخليك تنعس هاي قهرك بالسخونية. المبيت في الغابة أحسن من المبيت في المدينة، ناس تشبع ناس تنعس مرتاح تنعس مهني، أما المدينة لا، على الأقل ما خصك تنعس حتى 12 الليل تقطع البرشا وتبقى ديما رد البال، ويفيقوك بكري مزيان، مع الفجر مثلا غيفيقوك الناس صافي نوض زيد بحال الكحول. من بقى هنا في الغابة نعاس أنا أسلبح أنا معاش تسعود ولا تسعود ونص أنا نبعش كاسة القهوة نشرب ونزيد أنا ما صايمش يمكن ليش نصوم كلش نصوم باش تصوم وتبيد علي فهاد السخونية لا مستحيل. الناس اللي كتستعمل البيكالا لا عارف درجة فيلو كتستهلك الماء واحد الدرجة ما كتسوش كتستهلك الماء لواحد الدرجة ما تتسوقش. ما يمكنش تخدم الدورة البيضاء وانت صايم. خليكم واحد الطلعة كي دايرة تسوى انت يلاه تبدا مع 8 الصباح تلقى غاتطلع بحال هادي فيها جوج ديريكت قول كاع هبط عاد طلعت. اليوم سخون الحال سخون الحال نيت هاد الارض هادي الناس تبارك الله كيفلحو فيها مزيان لا ما تنبغيش دوك الاراضي يكونوا مزيانين وبنادم معاك زعما فيه الجوع راني مفلح تا هادو تا هما كيفلحو هنا. هاد الاراضي هنا كله ماليهم ماشي غابات ماشي بحال البلايص اخرين ديال تحت
الجنوب لا الجنوب على الغابه اللي كاينه معنا لا الفلاكات كلها الفلاحيه ديال الموليه. هذه الطريق الدوليه اللي منها هي كتستورد مالي من ابيجون لا محفره. حفره قداش عندي هاد الطريقه ديال علاش كتعتمد على مالي؟ لان هي تقريبا الاقرب من ابيجون لمالي، لان ابيجون هي المصاري الكبيره اللي كاينه، نقولوا كاع الوحيده اللي كاينه عند كوت ديفوار على البحر، ومالي ما عندها بحر، يعني ما عندهاش البحر، كتستورد عبر واحد الخط ديال داكار للغرب ديال مالي، وهذا الخط هذا ديال ابيجون للشرق تاع مالي. ولكن الطريق مكرفسه، يعني ما كثيرهاش تقريبا شي 150 ولا ما شحال، اني مكرفسه مكرفسه بزاف. السلام عليكم. بقات تقريبا شي 20 كيلومتر على الحدود ديال مالي. يعني الجو جاف جاف بزاف، ولكن مزيان مناسب. الماء كيرعى غا وحدو. هذا نوع، دابا هذا النوع هذا كاين، هذا النوع هذا عندهم هو راه طويل شويه. هذا كاين في السنغال، كاين في هنايا في كوت ديفوار. كاين ديك النوع الاخر هو هاد الصفره هادي، هاد النوع قصيور كيكون مدكوك وقصيور. هاد النوع هذا خاص شتو في غينيا فقط. المهم الطريق كدايره صافي، طريق خاويه، وكاين شفت الريح اليوم، كاين شفت الصهد الوقت مزموته شويه، ولكن بخير وعلى خير. كاين الاكسجين في هاد الشمال هذا، تتنتشر هاد الشجره هادي، هاد الشجرة هادي هي علاش كيخدمو الناس بزاف. وهاد الشجرة هادي غنشوف شي تمرة مباش نحيدها من الشجر منضيعهاش. هاهي هاهي هي هادي، هادي دابا هادي التمرة ديالها، هادي هما هي اللي كياخدو هادي، هادي كيلوحوها كياكلوها، ولكن ما عندهم فيها السوق، كاين الحافلات كتاكلها غالبا هي معندهم، ولكن هي حلوه زوينه. هذا هو الكاجو، هذا هو الكاجو اللي معروف اللي كنستهلكو حنا. دابا هادي راه باقا صغيره، شتي الحبات الكاجو كبر من التمره. ها الاخرى عاوتاني، ها الاخرى عاوتاني هنايا، يلاه بدا تينوض عندهم. انا خليتو في غينيا كنا كري راه كبير كبير، عرفتي شحال كليت في هاد الشجره هادي، شحال كليت في هاد التمر ديالو. التمره ديالو هي هذا، هو هذا الحمر هذا، هذا هو. وهذا هادي هي بعدي مازال قاصحه، بدات كطيب بدات كطيب. هاد الحبات الكاجو هي اللي كياخذو منو، كيجمعوهم كيدوهم كيطيبوهم في معادي، بحال حبات اللوز عندنا حنا نفس الشيء، مغلفه بواحد قصح كيلعود، عاد هذا كطيب الفوقاني، هو كيدوه كيطيبوه حتى كيتفق تيخوي شي ما داك الماء بحال السيد خايب شويه. من بعد فاش كيتخوى داك الماء تيتفق اللي تيفتحوا تياخذوا من ديك حبات الكاجو، شنو تيديروا لها ما نعرفش. المهم هما الناس يعني ماشي كلشي ياخذ هاد الكاجو ويخرجو، الاختصاصيين ديالو وعندو حريفيه ديالو هما اللي كيخرجوه منه. هادي مزرعه دابا، هادي عامره بالشجر ديال هاد النوع هذا ديال الكاجو. الدولة عندهم كدعمهم بزاف، الفورة البنكية وهكا كدعمهم بزاف. كاين عندك كيخدمو هاد الكوت ديفوار، كيخدمو بزاف على هذا وعلى داك المصطاد الطبيعي، داك الحليب اللي كيخرج من الشجر. شفت عندهم انا هاد جوج اللي شفتهم كيديرو فيه الشجر بزاف، مزارع ديالو كثيرة تيخدمو عليه، الكاجو وهداك المصطاد الطبيعي داك الابيض، كيبقاو يجمعو فشي سطيلات كيعلقوهم في الجناب. انا كنت درت عليه شي فيديو قبل. سبحان الله العظيم، اول ما دخلت مالي
سبحان الله العظيم، كل بلاد وتوقف الساعه كل. اول ما دخلت المانيا لقيت هذا الشجر كيعلقوا فيهم خناشي ميكات معقودين، حتى هاد الشيء اش ما شي معلقها الفوق ها. وماشي غير شجره وحده ولا عدد ديال الشجر هنايا وكاين في القدام، كلشي معلقين فيهم هذوك الميكاتو، حتى هاد الشيء عندهم هنا. السلام عليكم. دخلت الماري فاشي سخونيه بزاف، قلب شي حاجه باش نتغداو، لقيت شي بنات كيبيعوا شي حوت هنا، كاين عندهم شي حاجه. هذا الرويس دابا 100 فرنك، هذوك الطريفه الصغار 100 فرنك، هذا دابا 300، هذا الطريف ديال القبيله هذا نص قبيله 400 فرنك، فرنك صفر. فرانك الصون فرانك دابا جايبه 8 درهم ونص. الفريت هاياك الروز، هذاك الروز مع البصلة كيخلطوه ديريكت، الروز مسلوق مع البصلة، البصلة هادشي اللي كاين ما تاكل هنا ما بيتيش، لكن عندنا شي لحم الله يحفظ زرك اوك. لا الا بيتي تاخذ شويه نمشي لحم تماك زرق الله يحفظك كيبيعوه، تاخذو تدير به الشوايه ولا دير به اللحم. شوف فيها طفله فوقنا ايه ميرسي ميرسي. اش تو دير فوا ما بغاتش الكاميرا. من بعد ما سميتو لقيت بعدا هذا الشركه ديال موف افريكا كاينه في كاينه في لا كوت ديفوار وكاينه هنايا هي ماروك تيليكوم. ديما تنقلب ناخذها غير هي، ديما نقلب على موف سميتو ولا موريتيل، ولا في موريتانيا خديتها موريتيل، وفي في هي موف في كوت ديفوار موف هنا كتسمى ماريتيل. وف لقيني ما كنتش لقيتها، خديت هذيك الزبل ديال اورانج. المهم 1500 صفه، 1500 صفة غالية والله لا غالية، خديت انا في كوت ديفوار ب 500، هنايا 1500 في سميتو خديتها ب 1000 في لاكيني، لاكيني خديتها ب 1000. المهم